من بوابة الجزائر تعود الرياضة السورية إلى الواجهة من جديد، ليجد الرياضيون السوريون البساط الأخضر والأحمر والأصفر في انتظارهم، ويعود العرب إلى منافسة نصور قاسيون المرتكزين على رصيد رياضي عتيد. بعد الغياب كان في أمل وحصولنا على ميداليات الحمد لله في لعبة الجودو. أنا حصلت على الميدالية البرونزية وزن 73 كيلوغرام بعد تفوقي بلعبتين وخسارتي بلعبة مع لاعب جزائري بطل أفريقيا، لكن الحمد لله العالم السوري دائما متواجد بالمحافل الدولية الحمد لله. بطولة قوية وصعبة فكان هذا دافع أكثر إلنا أنه نحقق ميداليات أكثر. كانت مشاركة صعبة وفيها منافسات قوية والحمد لله حققنا ميداليات برونزية وما قدرنا نحقق غير برونز وفضة. وتراهن الجزائر على رفع مستوى التنافس لدى الفرق العربية المتأثرة بغياب الأحداث العربية منذ أكثر من 10 سنين. حضور سوريا وفلسطين والعراق واليمن وفرق عربية أخرى من المغرب العربي ومشرقه سيدفع صوب مزيد من المنافسات الرياضية. بالنسبة لنا احنا كفارقة ولا كعرب معناها لازمنا برشا احتكاك يكون معناها على الصعيد العربي ولا الافريقي والعالمي، وهذه فرصة لنا احنا باش ناخفوا على مستوانا على الصعيد العربي. أول حاجة، ثاني حاجة معناها حاجة طيبة برشا قامت بها الجزائر في احتضان 15 الألعاب الفنراب هذوما. بالرياضة نرتقي شعار يبدو أنه استطاع أن يجمع شمل الرياضة العربية على أرض الجزائر ويبعث فيها روح التنافس والتآخي والتضامن. مشاركة قوية للرياضة السورية في ثاني أيام منافسات الألعاب الرياضية العربية بالجزائر، 5 ميداليات في الرصيد وعزيمة كبيرة تجتاح نصور قاسيون لتبوأ المراتب الأولى بعد غياب طويل عن المنافسات. سفيان مراكشي من القاعة البيضاوية العاصمة الجزائرية الميادين.